طيب اعمل ايه؟ يغني لنا دكتور. شقة صفية دي كانت بس على الزغلول. بس على الزغلول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا سعيد جدا إن أنا جيت بولونيا. دي أول مرة أجي بولونيا مش كده؟ لا تاني مرة. والله كده. العشاء الطيب اللي عملناه في 2019. تعالي أنتوا أفريقيا اللي جنبك. يحيى يحيى. أنا أفريقيا. أنت صومالي ولا منين؟ صومالي. وأنا من أنا ده جنب جنب آسيا يعني. تقسم العالم من نصين ليه؟ فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا إن أنا جيت. سعيد جدا باسم طب حضرتك تيجي تقعدي جنبي بقى. لا ما ينفعش. ينفع ونص. هاتي كرسي يا مش عارف إيه. يا حامد. يا ميكروفون يا ابني عشان تتكلم. والله انا سعيد جدا جدا ان انا بحس ان انا اقول لكم بمنتهى الصراحه يعني الطاقه الايجابيه ترجع حد هترجم شكلك هناك في كافي الشارع الطاقه الايجابيه كي نو كافي الشارع ok, allora qui ti introducerei poi vicino a loro che c'è un produttore con me, con me. C'è Yusuf? Grazie. Sì, sì, Yusuf traduce. الطاقة الإيجابية اللي احنا بنكتسبها منكم يعني ملهاش حدود. يعني لما الواحد بيسافر وبيحس بالتعب ولما بيجي يقعد معاكم بيحس ان انت ممكن يعدي السحاب وان السحاب انت واطي زي كده عايز نطلع فوق السحاب. فمنتهى الصراحه يعني الامل بعد ربنا فيكم كبير جدا وحذاري انكم تخلوا حد يحبطكم او يعطل عملكم. اوعوا مطلقا يعني. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ما عندكش وقت انت الجاهل هيخاطبك عشان انت شكلك كذا وعشان بتتكلمي كذا ولا عشان مسلم انت شكلك مسلم او اول اخر. لا الجاهل ده قول له سلام لان انت عندك هدف في الحياه وكل منا عنده هدف في الحياه لازم يحققه We have to fulfill our objective in life, for life, and for the living of the people inside life. فهمت الحتة دي؟ لو فهمتها يبقى تطلع فوق. You have to fulfill your objective for life, for the people living inside the life, to improve their life. معايا كده هاشتاج جنبي بقى. توكا الله. خدين بالك يا شباب حذاري عشان اسمك كذا ولا عشان لابسه كذا ولا عشان انت كذا حد يقول لك كلمه كده مش فاضيه. ليه؟ لان انت رسالتك ومهمتك ودورك في الحياه انك تصلح الحياه وتصلح حياه الناس في داخل الحياه من أرض الله اللي ذو عبادي الصالحين. العباد الصالحين هم دول اللي بيصلحوا الحياة حتى لو كانوا مش مسلمين. فما بالك لو كانوا مسلمين. فوظيفتكم إصلاح الحياة. رفع الظلم عن الناس. وبعدين رسم البسمة في قلوب المساكين الفقراء. وبعدين تكون انتوا عباد الله اللي ربنا بيختصكم بقضاء حوائج الناس.
امر مش سهل. الامر مش سهل معايا، مش سهل الامر، امر صعب، لكن هنحققه عشان نقول لبلدنا ايطاليا نحن لها وهنبني ايطاليا، نحن لها وهنسعد العالم كله، ونحن لا لاننا امه محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفانا الله سبحانه وتعالى برساله المصطفى صلى الله عليه وسلم. واضح الامر؟ الحمد لله ان كلكم في العشرينات، وانا من يومين كلنا انا لا انا انا يوم 9 ديسمبر بقيت 17 سنه. ها؟ 17 سنة فيرو احتفلت بعيد ميلادي في مدريد. مدريد كان عندي 17 سنة، السنة الجاية هيبقى عندي 27 سنة. لو حد فيكم عايز يتكلم كلمة أو يقول رأي يستمع لي. وأنا بالعكس أنا كنت تعبان في العربية وأنا جاي لأن أنتم مش موجودين، لكن لما جيت هنا خدت الطاقة منكم ممكن أقعد معاكم الصبح. مين عايز يتكلم؟ qualcuno delle domande raga cogliete l'occasione per fare qualsiasi domanda. امبارح واحدة اسمها آسيا طلعت روحي. E abbiamo bisogno di questi eventi, di questa energia positiva per riprendere, soprattutto per noi volontari che abbiamo sentito la mancanza di questi eventi, e abbiamo bisogno di questa energia positiva per riprendere con più energia, con più convinzione di fare del bene. E grazie, grazie dottor Shokran, Shokran del Vasco Kana Wataela, e grazie a tutti voi per esserci e speriamo di tornare più forti di prima. E grazie a tutti. القلوب على اتصال. Sono felice di far parte di questa associazione e di questo grande gruppo. No, è il suo primo evento, quindi. Vuol dire che non l'ha insegnato bene. Però ho sentito una correzione qua da qualche parte. Chi l'ha portata? Chi l'ha portata? Come ti chiami, scusami? Oda. Oda, l'ha portata Oma? Nasce a Oma. Nasce a Oma. Organizzazione. Oma, allora è quello che l'ha corretto. Bravo, bravo. Puoi parlare anche in inglese se vuoi. Allora arabo, arabo. E allora se vuoi che ti capisca hai due opzioni, o l'arabo o l'inglese. Provaci, vai con me. Ci siamo.
Perché no? Intanto vuol dire che almeno ci metto voi nel giro e il treno invece di vedere lei. Allah! Nafs al-risala. Però è come se, cioè, che lei ne ha un appuntamento in cui alla fine ho confermato il contrario. Iman, يلا تعال انت الاول وهتيا معاك يلا بوز Sadia, parla tu per lei. Lei si considera una piccola volontaria? Shadia, se stai parlando non si sente assolutamente لون الإرادة الإسلامية في عنده معنى معين لون اللي اخترتوه أسود كان أسود ودلوقتي بقى أزرق ليه؟ انتوا اللي عملتوا ازرق No, non c'è, però non c'è un significato. Però كان في له معنى الاسود ولا كان كده؟ لا مجرد هو الشعار. Questo quello che mi viene adesso è interessante. الشعار ده الدايرة هي العالم. والمازنتين يعلو كل مكان في العالم. الله. Avete capito? Star che fa per Francia o la Bisogna? Avete capito? No. No, sì, sì, sì. Allora facciamo così, che ha detto di sì me la traduce. Così vediamo se. Io adesso i fondaretti sono sempre il mondo. Allora l'hai capita? Sì. No, non l'ha capito tutto. Niente, c'è riwayat o non riwayat o no? Ok, c'è la domanda di Muhammad, vai Muhammad. Allora, il mio primo pensiero era la mia prima esperienza qui con Islamic Relief. È stata una bella esperienza e soprattutto il consiglio che mi ha lasciato lo porterò con me tutta la vita. Grazie. È un'attività di Tatrucco che ha avuto a Torua all'Emirato Islamia di Bologna.
وهو سعيد جدا، والنصيحة اللي أعطيت لهم إياها اليوم هيخليها ويحفظ يحتفظ بها في قلبه إن شاء الله. عارفين الصباع ده؟ الأرض لابد تحس بالبصمة بتاعت صباع رجلك. اتفضل ترجم. Avete presente questo dito? La terra deve avere l'impronta e la forma del dito dei nostri piedi. E la terra deve amare i tuoi passi mentre ci cammini su questa terra, appunto. E su questa stessa terra deve piangerti quando Allah subhanahu wa ta'ala prende la tua anima e la porterà a sé. والمخلوقات كلها اللي كانت بتعيش معاكي وبتحبك تزعل لما تسيبيهم وربنا يرفعك عنده في السماء. E tutti gli esseri viventi che abitano questa terra devono essere tristi e piangerti quando appunto non ci sarai più. لأن ربنا خلقنا علشان نخدم كل مخلوق حوالينا. Perché Allah subhanahu wa ta'ala ci ha creato per servire tutti gli esseri umani che ci circondano. فرسالة الإسلام مش فقط لإنقاذ البشر. Il messaggio dell'Islam non è solamente di salvare gli esseri umani. المحافظة على كل خلق خلق الله سبحانه وتعالى. Ma bensì salvaguardare qualsiasi essere vivente che Allah subhanahu wa ta'ala ha creato. وده القاطع الأعظم في التغير المناخي، إن الناس بتدمر المناخ وتدمر المخلوقات. ده المناخ من صوت زوجي. Cambiamento climatico. Come? Cambiamento climatico. Ah, okay. Quindi c'è gente che distrugge non solo le persone ma anche l'ambiente e il clima. ونحن أهل المناخ نحافظ عليه ونحافظ على كل مكون وكل مخلوق يعيش تحت هذا المناخ. E noi invece come obiettivo dobbiamo avere quello di salvaguardare gli esseri umani e anche l'ambiente, il clima e tutto ciò che ci circonda. تعرفوا يا شباب لما سقطت الأندلس؟ Sapete che quando cioè l'impero andaluso è caduto? في سنة 1903 أحد العلماء الفرنسيين في علم الذرة. Nel 1903 alcuni scienziati francesi اسمه بيير كيوري ومراته اسمها ماري كيوري تعرفوه sì. ماري كيوري sì. Non mi ricordo, l'ho studiato in qualcosa. خدوا جايزة نوبل للسلام في 1903. Han vinto il premio Nobel nel 1903. وقال بيير كيوري لم يصلنا من كتب المسلمين في الأندلس إلا 30 كتاب. E disse Pier Corino mi arrivato, cioè non ci arrivarono dal tempo dell'impero andaluso se non 30 libri. استطعنا نقسم من هذه العلوم الذرة. Atom. Bravo. A capire che nei libri. Grazie a solo quei 30 libri siamo riusciti a comprendere la teoria degli atomi, giusto? ولو وصلتنا كل كتب العلوم بتاعت المسلمين في الأندلس. E se ci fossero arrivati tutti i libri degli scienziati nell'impero andaluso. حرقوها ملوك الأندلس. Che hanno bruciato gli spagnoli quando. زي فرديناندو وزي إيزابيلا وغيرهم. Esatto. Come il re Ferdinando la كنا سنسير بين المجرات في الطرقات المجرات في غلاسيا. Ok, sì, è una metafora per dire che se ci fossero arrivati tutti saremmo riusciti, saremmo stati capaci di poter camminare tra le galassie. Ok, con le strade, con i costruire strade tra le galassie. يعني مثلا تعالي يا هدى. تعالي انت كمان. بتسكرنا خايف انت تسكرنا. تعالي انت كمان. يعني هدى هتكون قاعدة في 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 المريخ. هدى في المريخ. اوكي. وانت اسمك ايه؟ وهلا خليتها في المشتهر. فهدى هتقول لخالتها انا هجيلك ياخد تاكسي وعدي عليكي بالليل.
اسمع المريخ المره الوحيده اللي كنت بسبح فيها لما كنت صغير وبسال بابا بابا وين رايح بيقول لي في المريخ عشان مش عايز ارد علي خلاص يعني بيير تيوري بيقول العالم كله لو حصلنا على كل الكتب اللي اتحرقت لكنا عملنا طرق بين الكواكب قاعدين بيترجمها فلذلك كانت هاله هتعدي على هو ده من هاله هاله هتعدي على هو ده تشرب معاها شاي الصبحيه في علي باكس في المريخ وبعرض الدوريه في محمد باكس محمد باكس في ستار باكس محمد باكس وعلي باكس وحسن باكس ايه يا ابني خلاص وصلت النقطة ركعها تاني سامعة انت مش معانا انت خالص يعني انت كنت هتروح تزور جدتك هناك ها مش تهم ما تقولولها يعني الراجل قال العلوم حرقنا العلوم تفضلي من انت وماذا تريدين انا تفضلي اولا عايزه اشكركم اثنين كل مره بشوفكم بشوف السيد كفانتنا بتكون شرفيه كلنا E poi volevo ringraziare tutti i volontari perché veramente ogni volta che li vedo è una gioia immensa, insieme a cari tutti. E niente, volevo ringraziare anche Terry, soprattutto. No. E grazie mille a tutti. Includiamo anche per domani. Ma perché vi scusate? وانت بعدها بعد تاني الشاور اللي ورا اتفضلي اتكلمي فاطمة è stata molto ispirazione perché è stato un'ispirazione e mi ha piaciuto come vedo Basta.
noi veniamo, dov'era? Questa è la quinta volta, voi fate, non dico però così, volo, volo così, volo. Io se devo usare oggi allo parlo. يا شيخ براء يا شيخ محمد ما تيجوا هنا والله مش انا عاوز كده لوحدي اتكلم السلام عليكم كلمي كلمي الجمهور السلام عليكم io sono Kauser e sono di Padova sono sempre della sezione di Padova e per me è stato veramente un piacere rivedervi anche se non è tutti la prima volta al meeting di Vicenza sì. Quindi rivedervi per me è stato un momento differente ecco, di me. E sono proprio contenta di incontrare finalmente una volta all'anno non è mai morto l'ho appena detto e che ho seguito delle volte eccetera, quindi vedo di persona è un grande onore a Camille e Baracalla Ufit per aver costruito questa organizzazione. Ciao a tutti, sono della sezione di Padova ma sono di Vicenza e sei a Bologna oggi? E sono a Bologna. Giusto per fare il quadro completo. Esatto, in Italia. Bomber? Niente, io sinceramente vi ho conosciuti tutti a Piacenza. Questo è il mio primo evento a cui partecipo perché purtroppo a Padova non ci sono stata. E, sono con voi dai tempi del corona, cioè dall'anno scorso, quindi vi ho visti tanti tipo online. Adesso mi fa piacere vederli tutti, soprattutto poi il primo evento con tutti gli ospiti e il fondatore. Ti ricorderai felicemente. Poi volevo dire ai tempi di Mihek. Ghediri, Sara Lusi, Majd El Mahi, mi ricordo, sì, mi fa veramente un sacco piacere vederti e anche ascoltarla. Niente, questo. Salam alaikum, sono Mina del gruppo di Bologna, volontaria circa dal 2014. Tuo nome? Amina. È un piacere rivedervi, oggi per la prima volta ho partecipato come ospite e mi sono un po' annoiata e ho fatto un pochino la volontaria aiutando altri e quindi nulla, è un piacere rivedervi e rivederci insieme oggi e spero che sia la prima di altri tanti eventi in ponte, inshallah. Alhamdulillah. Dottor, munkin? Tfaddali. Sì. Munkin, tfaddali. انا جاي على طول كنا نتحدث الان ايوه مع الاخت فاطمه كانت تقول لي تتذكر انت يا محمد انا فاكر احنا كان صار بيناتنا نقاش يعني من كم من 7 أو 8 سنين في 2013 او 2014 في اول مهرجانات نعم نو نو era prima molto prima الله اكبر فقالت لي وانا قلت سبحان الله però prima hai detto una cosa molto importante del ricambio tra vorrei che lo condividessi con dottor Hani dei ricambi sì dei volontari no che vi è كانت احد المتطوعين في بولونيا attenta a quello che dici المتطوعات اللي بداوا الشغل التطوعي قبل ما تتجوز هو خلاص جوز شفت بقى ده هنا يا محمد السلام عليكم cioè è davvero un piacere rivedere questi gruppo così unito questa collaborazione. E devo dire che ho sentito anche molta nostalgia, se devo dire la verità, perché come diceva Mohammed, noi ho fatto la volontaria
molti anni fa, cioè parliamo, in conto io sono sposata da 6 anni, molto prima, quindi circa 8-9 anni fa, e che all'epoca c'era Muhammad, c'erano molte altre persone che adesso qua, a della verità non li vedo perché ormai giustamente sono cresciuti, si sono sposati, erano felici eccetera. E come dice lui, ormai siamo diventati gli ospiti degli eventi, i donatori degli eventi, da volontari siamo passati a donatori. Però è una cosa bellissima vedere che il lavoro continua, che i volontari si sostituiscono, per cui non si ferma. C'eravamo noi, oggi ci siete voi, un domani inshallah ci saranno i vostri fratelli e sorelle più piccoli, il giorno dopo ancora i vostri figli inshallah, e speriamo che questo lavoro continui sempre verso il meglio e che Zanipirit cresca ancora di più e che riesca a raggiungere sempre più persone bisognose inshallah. Ed è davvero un gran piacere essere qua con voi e vedere questo bel gruppo. ثاني يا شباب تفضل انت تحدثين allora io più che altro le solite cose che hanno detto tutti i ragazzi ovviamente dopo 2 anni la nostalgia come ci ha cambiato IR e sicuramente speriamo di dare ancora però si ripete sempre che siamo il motore di questa organizzazione e a quanto pare è una cosa di famiglia emozionarsi, ma adesso però vorrei ringraziare più che altro veramente i ragazzi Sara Shaker, Ivi, Ele, Essia, tutti quanti che arrivate lassù e fate mille giri e veramente alla fine se noi siamo il motore voi ci date la carica per far funzionare questo motore e quindi il grazie va a voi, va ai ragazzi e assolutamente al dottor Henry Benna che ovviamente se non è per lui non saremmo qui e non avremmo mai avuto modo di conoscerci. Tutto qui. Antenna, تعالى مغربي. المغربي اللي زكريا استخبى ده زكريا يا ابن يحيى يا يحيى ابن زكريا تعال 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 يا زكريا راح يدخل معانا يا شيخ راح يدخل معانا معانا بندخله ندخله راح تعال يا زكريا انا جوز بنتي اسمه زكريا وبنتي اسمها مريم صح كلم الناس بالالماني سوري L'impressione, cioè è la prima volta che partecipo a questo nostro evento, quindi siete abbastanza uniti. È un gruppo abbastanza unito, è bello quello che fate. Perché è abbastanza e basso? Perché è abbastanza? Deve ancora entrare per bene. Esatto, ancora più dobbiamo creare un rito di inizializzazione dei volontari. Iniziazione. Tutte le troppe Z insieme. Lo dico. Lui ha già firmato... Il modulo? Allahu Akbar. Condanna a morte, Non è vero, non è vero. Vieni pure. اروح يعني احمله تعال يا جدع انت دعي المغربي برضك ولا كم الكلام عندك روح Vai. L'iniziazione potrebbe essere un coppino da parte di dottor Dani. Può essere un'ottima iniziazione. La benedizione. Sì. Tanto sono tutti inglesi. Anche capisco. Non mi faccio prendere Asim se viene con Anna. Allahu Akbar. Due impressioni su queste cose. Cosa ne pensi di questi ragazzi? Penso che siete un gran gruppo, è un piacere entrarci, ciao. Per aiutare le persone che vi
sempre mio, è stato il mio obiettivo quando, so, cioè, quando vi seguo, è sempre il mio obiettivo aiutare gli altri. Barakallahu. حد ما اتكلمش مولانا ولا ما انا هنحل بيه في الاخر ده. الله تعال انت كنت بتصوريني انت ايوه خبيه ما خد امس يلا تعال تعال انت ما كلمتيش Allora, non saprei cosa dire perché sono volontaria anche da 2014 e come diceva Fatma, è strano vedere come persone entrano, persone escono. A volte siamo dalla parte dei volontari con la maglietta blu, altre volte per cause maggiori non possiamo esserlo, ma dobbiamo essere ospiti. E è la seconda volta che faccio l'ospite, ma per la seconda volta non riesco a fare l'ospite perché è veramente strano stare seduti, semplicemente guardare e vedere gli altri e dire wow, perché una persona una volta mi disse: Fatima, ok, oggi sei una volontaria, però non devi lasciare le altre cose della tua vita, perché un giorno sarai seduta su queste sedie, come vedi tutta la gente seduta qua, e starà a te essere parte dell'aiuto, mentre la tua impronta nei progetti, non più con la tua forza, con il tuo sudore, con il tempo che dai, le notti che stai sveglia, le challenge e così via, ma dovrai dare una maniera un attimo che sembra più facile, ma non è più facile, perché stai sempre sostenendo un progetto. Per cui io veramente, ragazzi, vi dico, fatemi un grande applauso, perché ve lo meritate, state crescendo tanto. شكرا حد ثاني يا شباب تعال يا شيماء هدى نو هادي جابت بتصور انت اه ناسيكي خالص فكرتيني بيها هي جاسوسه اصلا non so tra cosa dire se non grazie grazie per fare quello che facciamo ogni giorno e continuiamo così che siamo un bel gruppo e che sicuramente possiamo fare sempre meglio sicuramente e soprattutto grazie Sheikh Mohammed Sheikh Bara dottora ما كلمتيش انا ما سمعتكيش انا ما سمعتكيش وقفك جنب الشيخ محمد عشان هو هيديك كلام حلو Ma niente, io quello che voglio dire è grazie a tutti i volontari, a tutti, a ognuno di voi. Se oggi abbiamo raggiunto tutto il risultato che abbiamo visto prima è davvero grazie a ogni singola persona, perché ogni piccolo passo porta a questo. Niente. انا حاولت كلمتين الاولى الكلام اللي قاله بيير كيوري لان احنا كنا علماء مش جهلاء حذاري ان حد فيكم ما يكملش تعليمه لو ما كملش تعليمه يكمله مش عيب انا كل امتحان كنت بخش فيه كنت بسقط سقطت في الدكتوراه وسقطت انا طبيب اصلا وسقطت في التخرج وسقطت في حاجات كتيرة جدا لكن حاولت تاني وتالت ورابع لغاية ما نجحت فحذاري ان احنا نهمل التعليم واحنا أمة اقرا حذاري ونقول احنا عايزين نشتغل بسرعة عشان نبقى مستقلين ونسيب بابا وماما ونقعد لوحدنا حذاري المجتمعات اللي هنا بالرغم انها بتدي الفرصه لاي حد مش مكمل تعليمه الا انها اللي بيطلعوا لفوق هم فقط متعلمين باعلى شهادات
شاء الله. واضح؟ أنا ما كنتش طبيب ذكي، أنا عادي، لكن خلصت دكتوراه وسقطت في الدكتوراه، لكن خلصتها تاني. كنت بشتغل زي الحمار حقيقة. خدت أنا أصلا خدت الجسم من أولى. كنت بشتغل على الأطفال الصقر، يعني الصقر اللي عندكم بالأطفال. أبورتو. أبورتو. سن 14 أسبوع ل 28 أسبوع. 400 حالة. 400. والأطفال اللي ما عندهمش مخ ولا عندهم مستسقى في المخ سبانا بيفيدا. فلأني كنت بشتغل زي الحمار جمعت معلومات كتيرة جدا. كان السقوط بتاعي سقوط سيء شنيع، وكنتش عارف اكتب انجليزي بالظبط وملخبط في المراجع. الا ان الممتحن الطبيب قال لهم الكلام اللي عمله فلان الفلاني ما اتعملش قبل كده. ما ايه؟ ما اتعملش قبل كده، ولابد تنجحوه وتخليه يعيد الكتابة الرسالة مرة ثانية. معايا؟ لابد يعيد الرسالة مرة ثانية. فجاي رئيس الكلية الملكية بتاع بريطانيا بتاعت الباثولوجي وقال لي لازم رسالتك تكون عندنا لازم تنجح، وهديك سنة عشان تكتب الرسالة مرة ثانية. تعرفوا اللي كانت كاتب الإهداء في الرسالة لمين يا شباب؟ ثلاث صفحات. لمين؟ لمين؟ لمين يا هدى؟ لمين يا هالة؟ لماما. لماما؟ طيب أنا هاجي لك يا مولانا، أنت مستخبي هناك في الدور. لمين يا شهرزاد؟ مش فاهم أنت. لله. وكل آيات الخلق اللي مكتوبة في القرآن. ثلاث صفحات. ثلاث صفحات. مش سطر أو سطرين أو ثلاثة. ونجحت لأن الشغل كان شغل واحد بيشتغل زي الحمار. كانش عايز يسقط. صحيح. عملت أخطاء وحشة لكن نجحت. تعرف صلحت اسم مين في الرسالة من جوه؟ واحد من اللي اتكلم عليهم بيير كيوري في الأندلس، كان اسمه بقاسس باللاتيني، طلع اسمه أبو القاسم الزهراوي من مدينة الزهرة جنب قرطبة، اللي صنعت حضارة لم يصنعها العالم إلى الآن بالعلم، مش بالتيك توك والفيسبوك والعلي بوك ومحمد بوك وبوك يا كوك وكوك يا بوك. ابدا مش بالحداقه والفهلاوه. ده بالنسبه للعلم. الامر الاخير، يعني انا مرت في حياتي 40 سنه، انا في الغرب بقالي 44 سنه. أول 20 سنة في العمل الإغاثي اللي هي بسميها سنين عمل الحمير اللي هو أنا أشتغل زي الحمار. فكل منكم إذا كان هيشتغل في اليوم ساعة لا يشتغل ساعتين، خمسة يشتغل عشرة وأنتوا صغيرين لأن ما عندكوش خبرة، ما عندكوش معرفة، ما عندكوش تجارب. عشان تكتسبوا الخبرة بزيادة العمل وتغلطوا مفيش مشكلة، وتغلطوا مفيش مشكلة، وتعيدوا وتغلطوا وتعيدوا وتغلطوا. بعد ما يكون عندك خبرة زي ما حصل لي، انتقلت من دور الحمار. كنت حمار والله مش مصدق. Sì, bravo, certe cose non traduciamole, lasciamole in arabo e خلاص, va bene così. انتقلت بعد كده لما خدت خبره لدور المسحرات. المسحرات هو يبقى مسحرات. ده مسحرات يعني ايه؟ اللي بيعمل اصحى يا نايم تن 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 وحد الدايم تن تن تن. ليه؟ لان انت بعد 20 سنه خبره شغلت شغل الحمير ده،
اصبح عندك معلومات وخبرة علشان توجهي الناس وتنقذيهم ها وترفع الوعي بتاعهم. لابد بعد ما تاخد الخبرة والعلم ترفعوا الوعي والادراك او الادراك والوعي. الكرسي يا شيخ براء. امرك مولاي. بعد كده هو بتفعل يعني بتعلمي تفهمي تدركي بعد تفعل وعي. يبقى في الجزء الثاني خرجت من مرحله الشغل للشغل للشغل زي الحمير ده عشان اخذ الخبره لمرحله المسحرات اشرحها صح الناس من النوم. الناس اللي تايهه مش عارفه دينها مش عارفه اخلاقياتها زي ما المشايخ بيتكلموا مش عارفه ثقافتها مش عارفه تاريخها مش عارفه هويتها مش عارفه شخصيتها مش عارفه حضارتها مش عارفه نهضتها. وخرجت من الواعي لمرحله الخلاط ميكسر. الميكسر الفرولاتور يعني انت بتدخلي في الخلاط كذا بتعملي تحطي في الخلاط كذا حاجه من الحته دي وتطلعي عجينه. فانا دلوقتي مرحله الميكسر معاك. الميكسر هي مرحله الفكر والفلسفه والثقافه والقيم عشان نخرج الفكر والثقافه والفلسفه والقيم ونبعتها للاخرين. مش كل مره احنا ناخد منهم لا. فانا اتعلم انا قاعد معاكم بتعلم منكم. يعني انا بتعلم من كل الكلام اللي قلتوه بالايطالي ده وانا مش فاهم فيه ولا حاجه لكن اتعلمت. اتعلمت احنا نجحنا وهننجح وهننجح على طول باذن الله سبحانه وتعالى. لو ما كانش في نجاح ما كانش في مسيره 40 سنه. فدلوقتي نقعد مع بعض عشان نطلع فكر جديد انتوا تخدوه مش انا. والشيخ يوجهكم اما انا مولي خلاص. الشيخ لسه ما زال مختبر العمر وانتم في اول العمر قدامكم 50 سنه كمان عشان تحققوا اللي كان بيتكلم عنه بيير كيوري من 120 سنه. لكنا نسير بين المجرات في الطرقات. العلم اللي عملوه اجدادنا وابائنا واسلافنا واحنا دلوقتي تيك تيك بوك مش عارف ايه ولا ايه انستجرام وبعدين تكتكتها وبعدين ايه ميسي دخل جول. طب وانا مالي؟ ما يدخل جول. بالك؟ طيب محمد صلاح دخل جولين وعمل كده وكده. طيب ما انا مالي؟ ما يدخل. انا عملت ايه؟ كل واحد فينا هيتحاسب على علمه وعلى ماله وعلى حياته. وانتوا بسم الله ما شاء الله فيكم كل الامل علشان تبنوا مستقبل مش فقط للمسلمين للعالم كله. فين؟ للعالم كله. وانت تخلصي النفس وتبقي دكتوره بقى. انت وانت تخلصي التمرين وتبقي دكتوره وهتعمليها. او تاخدي دكتوراه في التمريض. تاخدي دكتوراه في التمريض او تتحولي. ايه المشكله؟ انت احسن مني ب 100 مره. انت احسن مني بكم مره؟ 100 مره. هتعمليها لانك عندك القدره انك تعمليها. وهتقابل معاك بعد 4 سنين هتقولي انت عملت ايه. اتفضل يا شيخ. انت تكلم بالطلياني وانا هطبل. والله شوف بعد كلمات الدكتور يعني يصعب الكلام لانه حقيقه مثال نراه امام اعيننا في العمل والمثابره والسعي وراء الخير وجزاه الله خير ولا نزكيه على الله احد. انا اذكر مره وانا صغير طبعا انا الان إمام مسجد وبعض الإخوة يعرفونني. قبل أن أتي إلى إيطاليا كنت أصلي وأنا شاب يعني
في سن 8 سنوات 9 سنوات هكذا كنت أصلي في المسجد حتى أقل، وسمعت مرة الإمام يقول أن حسنات المصلين كلها في ميزانه، يعني كل من يصلي وراءه هكذا قال، كل من يصلي وراء الإمام فالإمام هم لا ينقص من حسناتهم شيء، ولكن هو يأخذ أجر هؤلاء. فقلت وأنا يعني هكذا نظرت إلى اليمين وإلى اليسار، قلت ما شاء الله كم مصلي، يعني هذا 100 مصلي أو 200 مصلي يأخذ حسناتهم، هو كم يجمع من الحسنات في اليوم؟ فهكذا قلت هل سيأتي يوم وأكون فيه إمام يصلي الناس ورائي وأخذ حسناتهم؟ بقيت هذه الفكرة تراودني. جئت إلى إيطاليا دراستي في، أنا من تونس، دراستي في تونس كانت يعني لن تكون شريعة، كنت أدرس اقتصاد وتصرف يعني إيكونومية جيستيون دراستي في تونس. ثم جئت هنا إلى إيطاليا، يعني عملت كما يعمل باقي الشباب في 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 شتى الأعمال. ثم دخلت إلى المسجد وبدأت أتعلق بالمسجد، وأنا عمري وقتها 23 سنة تقريبا هكذا، في سن 23 سنة دخلت إلى المسجد، بدأت أتعلق بالمسجد، بدأت أتعلق بالمشايخ، بدأت أدرس على يد المشايخ، بدأت أحفظ القرآن، بدأ الناس يقدمونني للصلاة، بدأت أدرس القرآن، بدأت ألقي المحاضرات، بدأت أنتقل من مسجد إلى مسجد، وكان عندي هذا الشغف في الاستماع إلى المشايخ والتعلم منهم. ومعناه يعني فضيلة الشيخ براء يعني دائما يسعدني أن ألتقي به وأستمع إليه وأخذ منه وأسمع إلى نصائحه وإلى يعني ما يمتلك، وهو ضرة من الضرر التي عندنا، يعني لا أزكيها على الله ولكنه ضرة من الضرر الموجودة عندنا في إيطاليا. فهذا الحلم الذي كان وقت الصغر، لما الإنسان يسعى وراء هذا الحلم، أريد أن يصل، أريد أن يتعلم، أريد أن تكون له بصمة، نحن نتكلم عن البصمات، فإنه يصل بإذن الله. التثبيط ويعني موجود في ناس سوف يقفون في طريقك، يعني هذا الطريق لابد أن تزيد فيه نوع من الشوك، لابد أن يحاربك الناس، لابد أن يحبطوك، لابد أن يقللوا من همتك، لابد أن يقولوا لك ماذا تفعل؟ ذهبت إلى إيطاليا جئتنا بلحية، يعني هذا الكلام سمعناه في البلد، لما أعود إلى البلد يقول جئتنا من إيطاليا بلحية، الذي فهذه هذا الكلام لا يجب أن يقلل من هذه أو هذا الحلم الذي نجري وراءه. لا يهمك ما يقول لي. عندك هدف امضي وراءه، لا تنظر إلى يعني اعذروني في الكلمة إلى نباحهم، لا لا يضرك نباحهم ولا يضرك كلامهم. عندك هدف حاول أن تمضي ولا تستسلم، ويعني المشاكل التي يتعرض إليها الإنسان هي كيف أفسرها، يعني هكذا قدر الإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء سنة من سنن الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ضروري الابتلاء، ضروري أن يبتلى الإنسان، ضروري من الامتحان. أي عمل تريد أن تصل فيه إلى القمة لا بد أن تبتلى. في حياتك اليومية في ابتلاء، في دراستك في ابتلاء. أنا يعني كلمة الدكتور لما طلب العلم والتعلم، يعني والله الإنسان يتحسر في كل ما أضاعه من يعني لحظات ولم يتعلم فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه ماذا؟ علما. طيب العلم هذا إيش العلم؟ علوم قرآن مثلا، علوم شريعة، كل علم ينتفع به، أي علم ينتفع به الله ييسر ويسهل لك طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم،
رضا بما يصنع، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد، هذا العابد الذي يقضي وقته كله في المساجد ويصلي، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، لم يورثوا أموال، ولكن ورثوا علما، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا العلم، حياتنا، نجاحنا، تقدمنا، رفاهيتنا تكون بالعلم. العلم في كل المجالات. أنا لما ذكرت المثال والدكتور يعني حاضر معنا لما كنا في فرارة، قلت حتى عامل الطلاء بالسباغة بياكينو الذي تعلم الصنعة هو صاحب علم، هذا صاحب علم. حتى الفلاح الذي يتقن حرفته وتعلم هو صاحب علم. كل عمل تعلمه صاحبه واجتهد في تعلمه فهو يعتبر هو صاحب علم. فالعلم هو الأساس، التعلم هو الأساس. كنت في لقاء مرة مع الشباب دكتور أظن في سنة 2014 أظن هكذا، في لقاء مع الشباب قلت يكفينا عمال بناء وعمال في شركات في إيطاليا، يكفي، ليس استنقاص منهم لا، لكن قلت نريد أن نقول فلان ابن فلان المحامي، فلان ابن فلان الدكتور، فلانة بنت فلان الأستاذة، عالم فضاء، عالم كذا، عالمة كذا. نريد أن نرى نماذج يعني يشرفوننا. كفانا عامل يومي، كفانا عامل في شركة، لا، نريد أن يكون لدينا نماذج يقتدى بهم. نفرح عندما نسمع بأخ أو أخت من أبنائنا تخرج وعنده لاوريا، عنده شهادة، هذا في الطب. أخونا إسلام كان معنا يعني يدرس طب 4 سنوات في الطب، نعم يتخرج إن شاء الله طبيب. فنريد هذه النماذج أن تكون بكثرة، نريد أن نكون يعني من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم أبواب الدعوة. لأن المواطن الشخص الإيطالي ينظر إليك أنت البنت المسلمة المحجبة التي يعني عندها منصب عالي في المجتمع، هو ينظر إليك كمسلمة. الشاب الملتزم المسلم الذي لديه مكانة عالية رائقة في المجتمع ينظر إليك كمسلم. انظر المسلمين أين وصلوا وماذا حققوا وماذا أنجزوا، هذا ما نريد أن نصل إليه. شيخ براء أقم الصلاة تعال صلي بنا، يلا شيخ براء يعني لا يمكن أن لا نستمع لك. يا سيد الله يجزيكم خير، الكلام ينسي بعضكم بعض. خليني شوي أكسر الموجة. أحببت أن ألقي عليكم شعرا عن الأم، الأم هي من رحمة الله، يعني هكذا من معين الغربة هذا الشعر. أقول أتاك القلب يا أمي يزف إليك أشعار، يجعل منك أغنية ويعزف فيك قيثارة، عفواً قيثارة كتابة، ويسطر عنك ملحمة فيفني فيك أحبار، ولست أراه قد وفى بذاك الحب مقدار، فمدحك في كتاب الله طوى فيك أسرار، ففيك الرحمة الكبرى من الرحمن مختار، وفيك العزم من نوح يقود الفلك سيارة، وحلم أبيك إبراهيم يلقى باسم النار، وفيك الحزم من موسى هدى للرشد أحبار، وفيك الحب من عيسى يضم إليه أنصاره، وفيك النور من طه حبل أكوان أنوارا،
فهذا القلب يا أمي وقد فجرت أنهاره فكوني عنه راضية وكوني أنت ستارة وإن قصرت في يوم فكوني أنت غفارة فإن العيش مشغلة وإن النفس أمارة. كل الشيخ ما هو شاعر كتب فيها شاعر على فكرة دخلت الآن كتب فيها شاعر لا أدري إن كان هذا الشاعر كتبته لي أم بغيره لكن أرسلني رسالة قال لما رأيتك كتبت فيك هذا الشاعر بارك الله فيك جزاكم الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني حقيقة يعني أنا مثلكم أتعلم يعني وعندنا يعني ما شاء الله قامة الدكتور هادي يعني أطال الله في عمره وأحسن عمل أمين يا رب العالمين وجعل كل ما بناه في ميزان حسناته فهو يعني وضع البذرة ويعني تعهدها إلى الآن إلى ما شاء الله ويعني رأى ثمرة عمله يعني ما شاء الله أجيال وأنتم وفي دول أخرى يعني بالتأكيد كان مفتاح ذلك كله الإخلاص لله سبحانه وتعالى يعني هذا يعني موضوع الإخلاص وما أدراك ما الإخلاص يعني أنا في كل كلام حتى الشيخ براء يعرف في ميلانو كل الحفل ده يعرفهم عمر دائما حتى محمد إبراهيم هو في أي طريق جدد النية يا محمد صح. جدد النية يا محمد النية حقيقة يعني مفتاح كل شيء هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى أن يعني مش فقط إن الإنسان يعني يكون جدد أمرية لله سبحانه وتعالى يعني يعتقد اعتقاد جازم أنه سحر يعني مجيء فعلا مجيء معنى الكلمة أمور كثيرة يعني تكون النتائج مبهرة وغير متوقعة تماما ويعني تتخطى الأسباب والله بهذا الأمر طبعا يعني اتعلمنا في سير الصالحين طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بإحسان حتى كل واحد فينا يجرب هذا الأمر مع نفسه إذا كان بيدرس كان عنده دراسة كان عنده عمل إذا كان عنده عمل تطوعي بيعمله الآن مش فقط عشان يتقال عليه إنه لا سيجد حلاوة لثمرة هذا الإخلاص وهو بينه وبين نفسه هيحقق ذلك الأمر بمناسبة موضوع التعليم اللي أثاره أو العلم عفوا أثاره أستاذنا يعني أنا أقول لكم انسجريتوا يعني بقوله النهاردة أول مرة في بولونيا يعني في الشيخ براء حد ما عرفوش من ميلان أنا عندي 54 سنة ما شاء الله شباب يعني طبعا شباب أكيد شباب الكوري فعلا أنا 17 أي طبعا أنا أسن منك وأنت يعني ما شاء الله أستاذي يعني أنا عندي 54 سنة طبعا مش بقول عن نفسي ابدا ان انا اذيك يعني ولا كذا ولكن يعني انا متواضعه واعرف قدر نفسي يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يكون عند ربنا يعني في اعلى مقام يعني انا عندي 54 سنه انا على فكره بدرس هذا العام بريمس بريوري انا بريمس بريوري كنت بشوف كلام مش ملاوي ده هنا في بايكولوجيا فقط يعني انا في لما يعني دورانت البانديميه يعني كورونا فيروس هكذا دوم ميلادي تشيرنوبل اخذت السكولاميتيا تمام والحمد لله في العام الماضي عملت الليفيلو بي ونو تمام هذا العام التحقت في بريمير طبعا واخد السلم من تحت يعني لاني انا يعني على كل هذا العمر يعني في ايطاليا من يعني الان 29 سنه يعني جنت نوبا عني كوان ايطاليا يعني صاروا في نوتا كوا يعني يكون بينكم هو يعني كان عندي جنت تشينكو عني سبحان الله رتبتك لوا لا بلاش اللي بلاش العسكر الله يكرمك عندي حساسيه مقبضه يعني سبحان الله العظيم يعني عندي اولاد وكده لما الاولاد كبروا لقيت فيه انه ممكن الان ابدا اتعلم الايطالي اللغه الايطاليه كان من قبل ما كانش عندي فرصه يعني في العمل الدعوي والام واولاد وكده ولكن لما كبروا بدا مش مشكله ابدا امتى المهم لا اتوقف يعني انا الان ممكن تقول يعني خدته 54 عام ولسه في بريمس بريوري انت عاوزه ايه يعني هتوصل لي ايه انا مش عايزه احصل على شهادات لاني بفضل الله الحمد لله يعني بالنسبه لتكويني والتكوين الشرعي وكذا يعني هذا هو المجال الدعوي ولكن هذه يعني مكان اون بوستو ما دخلتوش من قبل عاوزه اجرب فيه وزي ما قال الاساتذه غايته هي الدعوه لله سبحانه وتعالى حتى في هذا المكان
يعني انا الان التقي بالبروفيسوري تمام، عالم جديد بالنسبه لي وحتى النص الكلاس، يعني انا اكبر من البروف واكبر من الاولاد، انا عندي منورين على فكره في الكلاس، يعني ديتش ست عني واكبرهم بيتجري عني، وانا كنت اكبر حتى البروف اصغر منه، ولكن عالم جديد وفعلا متعه التعلم، يعني لا اخفى عليكم انا في غايه السعاده، رغم ان الامر شاق عليا جدا، المدرسه بتبعد عني مسافه باخد دوبل بولد، يعني تخيلوا كومينشال المدرسه قال لي نوفي فينا لدوا، يعني بخرج من بيتي الساعه 8 كل يوم انزورني كما تعرفون يعني، وبرجع الساعه 3:30 كل يوم، واعمالي الدعويه لم تتاخر، يعني كلها كده جمعتها في يوم الجمعه، والويك اند معاكم ومع غيركم في بركه، انا فرحانه حتى بالمشقه هذه فرحانه، وفعلا بقول يعني كيف انتوا ممكن تضيعوا فعلا او تقصروا في موضوع التعليم، والله في متعه غير عاديه، انا الان على فكره عندي لابيريف الكالوني دي الاستوريا كورانت هضمات المفروض احفظهم عشان لابيريف الاستوريا اللوني دي، انا لسه ما فتحتش ولكن عندي يقين ان انا هحصل ست منس كورس، انا خدت ديتش خدت ديتش في الشيرت خدت ديتش يا شيخ ما تعملي زي اولياء الامور خلي الاغاثه تنفعك لا لا والله ربنا بيبارك والله ما شاء الله لك وقت يا بالله يعني القصه حقيقه في يسمعوها خاصه استاذنا الشيخ محمد وما شاء الله المجيد كل اجازات القران في الدنيا تمر عند الشيخ الاسلام زكريا بن اسماعيل الانصاري نعم جيد وكان شيخا للازهر نعم بدا طلب العلم عمره 40 سنه سبحان الله والله الان شيخ الازهر نعم. سبحان الله شفتوا يعني ما فيش عمر ولا يعني فهم كما تعلمنا ليس العبره بمن سبق ولكن العبره كمان ايه طبق الفطر والنيه والاخلاص والفوليوم العزيمه الاراده اللي اتكلمنا فيها في الكلام ده انا عاده حتى في لقاءات محاضرات بقولش بنقول كلمتين او الشيخ جوجل كما تعلمنا في مدينه بيرجا مفكر اللقاء يعني عنده معلومات وكذا وبعدين المهم يعني ان احنا نعمل بما نعلم يعني وان كان قليل ولكن الحس حقيقه بموت انا الشقاء اليوم اللي انا بعمله ده وطبعا انا مسؤوله عن بيت وامي عندي رزق لله عندي خمسه اولاد يعني فضل الله تبارك وتعالى وابوي هم مزرعين هنا في الدنيا ده يعني الحياه كل ما تكون مشغول تنتج بتحس بسعاده اكتر 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 وفعلا تكلف مشغول ما تكلفش واحد فاضي لان المشغول بيعرف يستخدم وقته كويس وبيحس بسعاده بالانجاز انه فعلا يعني عمل بصمه حقيقه هو نفس اول واحد بيحس بالسعاده غير الاخرين كمان فيعني ما شاء الله لا قوه الا بالله بختم يعني ثلاث كلمات فقط بقول يعني كلمات ممكن تبان كبيره ولكن هي حقيقه يعني فبقول لكل واحد فيكم يعني اصلح نفسك وضعوا غيرك وعمر كونك انت كلكم مسؤول عن عماره هذا الكون ده مش كلام كبير ثاني مره ثانيه عايز اصنع نفسك اصلح نفسك وضعوا غيرك وعم الكون يعني هو الشباب هم اللي عندهم ثلاث كلمات دول وما شاء الله العمر الطويل والانجاز السريع وجزاكم الله خير وانتوا يعني فعلا هنا يعني مناره في هذا المجتمع وانتوا ولاد هذا المجتمع وكما تفضل الشيوخ الاجلاء يعني لابد تكون إضافة يعني يشار إليكم بالبنان في أي عمل بتعملوه وزي ما قالت بنتنا اللي تخصصت في التوريد نعم تكمل هيكمل في حتة كمان تهمني جدا غير موضوع العلم سامحوني يا أساتذتي نفسي تكونوا أصحاب مشاريع يعني طبعا كلنا عارفين يعني المحلات المشهورة بتاعة السمك ومفيش داعي للتسمية يعني صح كلنا والسوشي وشغالين لماذا لا تجتمعون انتم وتعملوا اسهم وتكونوا اصحاب مشروع كشباب مشروع هنا اعملوا حتى مشروع في المطعم مش كده بارك الله فيكم وتقبل بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا